ضروري اختي خصو يكون الانسان ديال الفاكسان ديالو باش يدخل التيران للسلامه ديالو وسلامه الاخرين. بالنسبه لي انا اللي بغيت نمشي للتيران خصني ندي معايا الوليدات ديالي ولادها، ضروري خصكم نكون ندير الفاكسان، والناس تا هما اللي غيكونوا تا هما يكونوا دايرين الفاكسان، وحنا ما قررناش ندخلوا التيران نكونوا مجموعين ويكون الجمهور وهذا ويكون شويه تاع الامبيونس هذا، ولكن ضروري تكون الفاكسان. هي فكره مزيانه الا دار الناس الفاكسان ودخلوا التيران مزيان يكون تكون الفاكسان احسن. الراي ديالي هو انه لي ستاد ما كيكونوش فيهم اون في ولا فيهم شي لايف كما كنقولوا بالانجلي، انت باش اننا نقولوا باللي غير اللعاب اللي يكونوا خاص ضروري الجمهور ديالهم، والجمهور ديالهم هو اللي كيحيي داك الروح ديال الفايب ديال بزاف الحوايج اللي غيكونوا في لو ستاد اللي غيخليو اللعاب حتى هما ترفع لهم المعنويات ديالهم. انا داير الفاكسان غندير لا دوز الثانيه، ندير غير لا دوز الاولى و سا سخي فافوراب بالنسبه للعاب بالنسبه للجماهير ديال الوداد وديال الرجاء في الكازا، و صافي اننا نشجعوا الفرق ديالنا خاص ضروري نديروا الباس فاكسيناب و صافي. الباس فاكسينا نورمالمون خص يكون ضروري باش تدخل اي حاجه عموميه بحال دابا المول ضروري خصو باس فاكسينال في هادشي اللي طاري مع الكوفيد. مي انايا جي اون روكيت افير نورمالمون في اللي بغيتي تدخل لي ستاد وهذوك المشجعين الحرين ديال بحال دابا الرجاء والوداد ضروري خصهم يشجعوا لي زيكيب ديالهم، ولاحظنا الفرق بحال دابا الفرق ديال لي ماتش اللي كيداروا بدون جمهور ولي ماتش اللي كيداروا بالجمهور. دونك لي ماتش الجمهور راه كونت انورميمون في لي ماتش. انايا جو بونس كو خصهم يخليو المشجعين يدخلوا للستاد ويشجعوا الفريق ديالهم، ولكن لي ميزور سانيتير خصهم يحترموا بحال دابا المسافه كل ما بين ان بون ولا دو بون خص كل واحد يجلس في بلاصتو. ارتداء الكمامه راه ضروري في هادشي اللي طاري مع الكوفيد وصافي. بوغ لو باس فاكسينال حاجه زوينه داروها دابا بريمورديال في لي تيغان وداكشي، وانا بصيف شي زعما راه مع داروا داك لو تخيك ديال لي جون ديال فايزر وداكشي مشيت درتو ديك الساعه، وكنظن زعما الا تعاوننا وهذا كاملين وكلشي دار داكشي اللي عليه واحترم كاع لي بريفونسيون ديالو ان شاء الله يكون خير ويحيد هذا الوباء ان شاء الله. راه عينا وراه ضروري، ودابا حتى لي زيكول وداكشي كاملين داروه اوبليغاتوار باش تدخل مدرسه، و سي اون بون شوز في الحقيقه. الراي ديالي ان من الناس غيتلقحوا بواحد النسبه كبيره، ان هادشي غيخول ان الجمهور يرجع عاوتاني للملاعب، وان الفريق المفضل ديالي اللي هو الرجاء البيضاوي انه يولي يربح الخصوم ديالو بنتائج كبيره ويوليو اللعابه عندهم موتيفاسيون كثر. بالنسبه لجواز التلقيح هو من الاساسيات اللي غيوليو من هنا لقدام، انه غيخول ان جميع القطاعات غيوليو ضروري خاص يكون عندك جواز التلقيح باش تقضي المسائل ديالك، وهذا الشيء غيخول ان الجمهور حتى هو يرجع للملاعب باش يرجع هذاك الحماس الكروي يوليو الاجواء اللي كانوا قبل ما يكون قاعد الكوفيد 19. بالنسبه لي انا متحمس بزاف باش نرجع للملاعب من ورا ما ناخذ هذا جواز التلقيح، انه غيخول لنا اننا نرجعوا ثاني للحماس ديال المباريات ونزيدوا نتفرجوا في الماتشات ديالنا مباشره احسن من التلفاز.